زوينات ديالي، السلام عليكم، كي راكم؟ احوالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. شكرا بزاف على التساؤلات عليا. سكينه فينك؟ فين خبرتي؟ توحشناك، الله يكبر بيكم. الله يخدكم عليا. اختكم سكينه غير من هادي لهادي لهادي، والوقت ما بقاش كيكفيني. راه عندي لاباج انستغرام سوكا فلوغ، هي اللي كنكون حاضره فيها تقريبا كل نهار، ولكن يوتيوب راه ولا كيجيني صعيب باش ندير المونتاج ونحط ونصور. مي ماشي مشكل، مره نبقى نشارك معكم. هنا كما كتشوفوا يلاه قابطين الطريق، هنا نخدينا تجافي من قنيطرة لطنجة. علاش؟ لان غادي ان شاء الله نبداو بداية رحلة جميلة جدا، واحد البلد اللي هو زوين جديد، وبغيت نشارك معكم هنايا. حاولت نجمع لكم لقطات من كل نهار شوية 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 باش هكا تعم الفائدة، واي واحدة ان شاء الله باغات ناوية انها تمشي لاسبان غادي تاخدي افكار، تعرفي راسك فينا تمشي فينا تجي، شنو ديري شنو ما ديريش، وفرجة ممتعة. وبقاو مع الكواليس ديال الفواياج كاملة ان شاء الله. كما كتشوفوا زوينات، الرحله ديالنا هذه المره ما غادا تكونش بالطياره، غادي تكون بالباطو. عليه خدينا تجافي من قنيطره لطنجه 40 دقيقه دغيا وصلنا، احسن ما انكم ديروا الطوموبيل وصافي وكتشدي الباطو ديالك. ان شاء الله هذا الفواياج غادي يكون لاسبان، كوستا ديل، مالاغا، ماربيا، الاندلسيات، دونك هذاك الشيء كامل غتشوفوه في هذا الفواياج. هنا كما كتشوفوا جات الوقيته اننا ندخلوا. زوينات ديالي كما كتشوفوا، شوفوا الاجواء غزاله. يا سلام، انا كنظن ان شاء الله الرحله في الباطو عندها تمام اخر على الطياره، من حتى كنتي غادا تستمتعي بالبحر والجبال الزوينين. دونك احنا ان شاء الله نركبوا الباطو ديالنا وغادي نوصلوا للطريفه، ومن الطريفه نمشيو ان شاء الله للمشكل ديالنا. ايوا كنحاول نبارطاج معكم الاجواء تاعنا، وانا وراسي انت غادي تصور الباطو هنا. انا صافي نبارطاج، يقول لي حيد التليفون. دونك كنحاول نفتح لكم القضيه باش عرفتوا شحال من وحده دفعت لي. سبحان الله، ملي شاركت معكم كلشي جا الحماس لما يسافر ويدفع الفيزا، من احسن العشرات ديال حياتهم. زوينات ديالي كما كتشوفوا الحمد لله وصلنا على خير. بالنسبه للفواياج درنا فواياج اورغانيزي مع واحد لاجونس اللي هي زوينه، اللي هي ايفازيون سون فرونتيير.
اللي تبارك الله داز كل شيء زوين. عندهم باج انستغرام هي فين كيحطوا لي بروغرام لي فواياج وداكشي. مازال ان شاء الله نسافروا معاهم لان داز الفواياج غزال. فاش كنوصلوا شوفوا بعدا هاد السفيره هادي كلها عباره على شوبينغ على الشريان على خصنا الفلوس. الاسبان معروفه بلي مول بزاف، تخيلوا درنا على جميع لي مول، داونا تبارك الله بزاف لي مول. يلا حتى نرجعنا في الاسبان جابونا لهاد المول هذا اللي كبير، ما كنعقلش على الاسماء، مي شوفوا نتوما الاسماء اللي مكتوبين. هاد المول هذا جابونا نتغداو فيه، نرتاحو، نديرو الشوبينغ شويه، وعاد ان شاء الله غادي يديونا لوتيل. هكا باش كيعجبوني لي فواياج اورغانيزي، ما كيضيعوش لك الوقت، يعني اي وقت في نهارك غادي تستغليه هنا 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 هنا. وهادو من بين الاشياء اللي كيعجبوني انا بزاف. هذا تحليل ماشي بحال ديال ديالي. كما كنشوفوا جينا عاوتاني للبوفيه، حنا فما كنشوف دابا اللوغو كنقلبوا على لي بوفيه حيت تكونوا حلال، وصرتو لي بوفيه ازياتيك تكون كلشي حلال وصافي. مزالين صراحه لي قيم ماشي بزاف، كاع 20 اورو ياك 200 درهم ديالنا 20 اورو. هادو رخاص على ديال الخاص 180، ولكن البواسون 2.50 دونك هي هادي. هذا شويه رخيص على فرنسا اللي زوين تا هو، لي كاطو كاينه والحلاوه. Après shopping, Cartier. Après, nous allons dire shopping. Sentine, shopping. Pas de mal. Après, on fait au lait, je vais chercher le lait. Après, on fait au lait, je vais chercher le lait. Tu vas le faire. Allez, vous restez là, je vais aller. Hein, c'est doudou, c'est doudou. Allez, qu'est-ce que je veux? الله يتمشى. اسمع الدوم، شوفوا اسمع الدوم دي حماقة، عارفة سميتها الدوم. La playa de España. ¿Por your foot? ¿Si tu foot? ¿Libato o your foot? Your foot. ¿Zuma? Your foot. ¿Qué pasa?
فينيار كي باك نومري زوينات ديالي بالنسبه لهاد لوتيل. لوتيل سميتو لاس بالموراس. بالنسبه للو فواياج اورغانيزي ملي كتبغي تمشي فواياج اورغانيزي راه قبل ما كتخلصي كيصيفطوا لك لو بروغرام. الوغ في لو بروغرام كتقراي شنو فيه شنو 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 شنو. حنا خدينا 4 جوغ في هاد لو فواياج ما بين مالاغا ماربيا كوستاديل بويرتو شي حاجه بحال هكا. انا مازال الكلمات ديال الاسبان ما حفظتهمش صراحه. البلايص ديال الاسبان ما حفظتهمش بزاف. مي اللي بغيت نقول لكم ان لو فواياج بالنسبه للوتيل غزال كان غزال. الماكله ديالو زوينه. بالنسبه للماكله كان فطور وعشاء. كان فطرو في لوتيل وكان تعشاو في لوتيل والغدا كنكونوا خارجين كنتغداو على برا. لان هذه من احسن الاشياء اللي نقول لكم ديروها. لان ملي كتكوني نهار كامل وانت خارجه ما كيبقاش عندك لونفي تقلبي فين تعشاي. كتدخلي لوتيل كتعشاي مرتاحه وطلعي تنعسي. وكذلك في الفطور في الصباح كتفطري وانت مرتاحه. لو بوفي ديال هم 4 جوغ كان نهار ما بحال نهار. انا راه هادشي خديت لكم لقطات اللي خفافين في الانستغرام. كنت كنشارك لي ديتاي مع البنات باش كيعرفوا الماكله كي دايره شنو في كل نهار وشنو فيه. مي نتوما في يوتيوب غير سمحوا لي زعما كنزرب عليكم. كيبقى فيا الحال انني ما كنصورش لكم لي ديتاي كاملين باش تاخذوا فكره. مي كنصحكم انكم تبعوني في الانستغرام لانه كنبارطاجي كلشي لي ديتاي ديال لي ديتاي. هنا كما كتشوفوا هذا كان الفطور. شاركت معكم العشاء ملي هبطنا من لوتيل وتعشينا وسالينا. وهذا الفطور تبارك الله حتى الفطور تيكون غزال زوين. اي حاجه تطيح لك على بالك. انا جاتني حتى البنه الماكله الاسبانيه كاين البنه بحال تقولي حتى الجو حتى الجو ديال الاسبان. انا جاني بحال المغرب عكس فرنسا. ولو انني نكون عكس وقيله بزاف الناس. الناس اللي تيقولوا لي ياسو كاينه الاسبان حسن من فرنسا. ما عرفتش انا علاش الجو ديال اختي ديال فرنسا عجبني بزاف. دابا انا راه مشيت لاسبان ومشيت لفرنسا وكندير لكم هذا الاوديو. انا ارتحيت في فرنسا بزاف. الاسبان جاتني قريبه في المباني ديالها في الجو ديالها قريبه للمغرب بزاف. فهمتوا ما كتحسيش براسك كتعيشي في واحد البلاصه اللي جديده اول مره تمشي لها. مي فيها الشوبينغ وفيها الصيف. انا البلاصه اللي حنا مشينا لها كتطلع على البحر يعني الفيو واعر كلشي واعر. غير حنا مشينا وقيته البرد والشتاء. هي نورمالمون في الصيف لاسبان كتكون واعره وان شاء الله هاد الصيف نمشي ليها ونعاود نتاكدوا من هاد النظريه اختي اللي قلتوا لي. وهانتوما باقين معايا في هاد لا فيديو ان شاء الله. هنا راه كنهضر وكنعطيكم لي ديتاي باش هكا حتى الا بغيتي تمشي لهاد لوتيل كتعرفي شنو هتاكلي شنو هتلقاي فيه البوفي ديالو كي داير لا شومبر كي دايره باش هكا المعلومه كتعم. Malaga, Malaga, Malaga. Malaga, Malaga. Merci de le groupe, s'il vous plaît. Thank you.
ديال مي فاطمه عاد ما دقات عليك قالت لي وحيد من الشرجم وحيد من حدا الشرجم ما صدحت حتى حيد من الشرجم كيهضر بحال داك الصوت اللي انت كدير يلا صافا اول مره نشوف هاد الزريعه مقرمشه ما سلام خدي ما عطاكش ميكس ها هو ميكس ها هو لك اللوز مع الزبينه ديالك كما كتشوفوا حنا دابا في ميخاس ميخاس هي واحد البلاصه اللي العاليه بزاف كاينه في الجبل في اعلى جبل اللي كتطلع على الاسبان كامله السماء واعره ما عرفتش واش كتشوف صراحه
حنا دابا راه وسط الجبال. انا قلت راه القميه ب20، شوفوا هاد الالوان كلهم تقريبا اللي انا كان باغي عندي، و120 كنت نقلب في المغرب ما لقيتهاش. شنو لقيت كاش اللون ديال 120 هو واعر اللي كان عندي وسلالي فما لقيتوش. دونك هادو عندي 100، عندي 105، عندي 15، عندي 10. ايوا نمشيو نشوفوا حاجه اخرى. انا في بريمور هذه البنات اللي فيها اي حاجه تطيح لك على بالك. كاميرا ضبات انت لي بخيت يكون زوينين. السلام عليكم، كيراكم؟ كي صبحتوا؟ حنا صافا الحمد لله. جلست في هذا البالكون باش كنودع هذه الاثاره الجميله، ونتمنى ان شاء الله يما يزيد من السفريات ومازال رجعوا لهنا ورجعوا. اليوم نهار الاخر كما كتشوفوا ديالنا في ليسبان. نتمنى ان شاء الله يا ربي في هذه الفيديو تكونوا استمتعتوا معايا وعطيتكم ولو غير شويه من بزاف، ونعقبوا المزيد من السفرات ومن الرحلات ان شاء الله يا ربي. وبيزو ليكم. زوينة ديالي كيما كتشوفو هدا كان يوم الرجوع ديالنا، كذلك رجعنا في الباطو. في النهار الأول كنا مشينا في الباطو الصغير، مي الرجوع ديالنا هنا كان في الباطو الكبير. صراحة دازت أيام زوينة، دازت واحد 5 أيام مزيانة. ما صورتش بزاف لأن فواياج بوكا مزال كان آخر أيام أنا فواياج بوكا ديزي مكيتصورش وما كيبغيش يبان، وكان خايف أنني مزيان التليفون ولا الكاميرا ميبانش يبان. ونتمنى ان شاء الله المزيد من السفريات. ما تنساوش عليا بلي لايك ولي كومونتير زوينين باش اختي نزيد نزعم باش انني نرجع ونولي معاكم ان شاء الله في يوتيوب. وبيزو ليكم، السلام عليكم.